أهلا بكم. تصاعدت بشكل ملحوظ عمليات العناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين خلال الأشهر الماضية. لا يكاد يمر يوم دون أن تحدث عملية تفجير أو اشتباكات بين القوات التابعة للانتقال والحكومة وبين العناصر الإرهابية، إلا أن مقتل القيادي في قوة المجلس الانتقالي عبد اللطيف السيد في تفجير بعبوة ناسفة ركزت الأنظار حول ما يحدث في أبين وشبوة بشكل أكبر. ملف الإرهاب في اليمن يتدخل فيه ما هو سياسي بما هو أمني وبأبعاد اجتماعية لا تقل أهمية عن غيرها من الأبعاد، ولذلك تختلف وجهات النظر حول الموضوع بشكل كبير. يقول أنصار الانتقالي إن تصاعد نشاط العناصر الإرهابية في أبين وشبوة يستهدف قوة المجلس فقط، وذلك لأن هذه العناصر مرتبطة بأطراف سياسية على خلاف مع الانتقالي، فيما أطراف أخرى لديها مؤشرات مختلفة تؤكد أن تحريك ملف الإرهاب يأتي لخدمة أهداف الانتقال ذاته، بالإضافة لخدمة الأجندات الخارجية. فالإمارات تحديداً التي اختصرت مهمتها في اليمن على مكافحة الإرهاب تبدو أكبر المستفيدين من هذا الملف، مع الإشارة إلى أن تقارير تحدثت عن دفع أبو ظبي فدية تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار للعناصر الإرهابية مقابل الإفراج عن مسؤول أممي اختطفته هذه العناصر قبل أكثر من 1.5 عام. وللنقاش سيكون معنا الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور علي الذهب. أهلا بك معنا سيد أو دكتور علي. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين جميعا. وأيضا سيكون معنا المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في لندن صالح النود. أرحب بك أيضا سيد صالح. مساء الخير عليكم جميعا. وبداية بهذا السؤال، ما سبب لك سيد صالح، ما سبب تصاعد عمليات تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة في هذه الفترة؟ أولا لابد لي أن أترحم على روح الشهيد القائد عبد اللطيف السيد ورفاقه الذين سقطوا في هذه العملية الغادرة قبل أيام، ولكن ربما حادثة استشهاد القائد عبد اللطيف السيد هي التي سلطت الأضواء على هذه المشكلة الكبيرة الظاهرة التي لطالما نحن وهي في معركة، والقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية بكل تشكيلاتها هي منذ ربما أكثر من عام وهي في معارك يومية مع هذه الجماعات التي نعتقد بأنها ما زالت تشكل خطر حقيقي. هناك عمليات يعني تم إطلاقها للتعامل مع هذه الجماعات آخرتها عملية سهام الشرق، والتي حققت كثير من المكاسب، والتي للأسف أيضاً سقط خلالها الكثير من قواتنا أو عدد كبير من قواتنا المسلحة، ولذلك المعركة هي مستمرة وليست حديثة. هذه الآفة التي نعتقد بأنها خطر حقيقي على المجتمع هي ليست وليدة اللحظة، هي لها امتداد ربما تاريخي في هذه المحافظة منذ نظام صالح وبعدها، عندما حاول أن يستغل هذه الجماعة لأهداف سياسية كانت تخدم الأجندات والأجندات المتعاقبة ضد المشروع الجنوبي، وهي ما زالت إلى يومنا هذا تلعب هذا الدور. لكن سقوط القائد عبد اللطيف السيد ورفاقه ليس يعني لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة. للأسف نحن في معركة أمام عدو وتداخل في الأجندات وأعداء كثيرون ضد قضيتنا، وما هذه الجماعة إلا أداة من أدوات المنظومة التي تقف ضد المشروع الجنوبي، وسنقف ضدها بكل ما أوتينا من قوة. أنت أيضا دكتور علي برأيك ما الذي يبرر تصاعد عمليات العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة في هذه المحافظتين وفي هذه الفترة الأخيرة؟ بداية أكرر الترحيب بك وبالمشاهدين جميعا وبضيفك.
في حقيقة الأمر هذه الـ 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 هذا النشاط هو يأتي ضمن فواعل العنف الدائر في اليمن منذ تدخل التحالف العربي وقبل ذلك. ونشاط القاعدة في هذه المناطق هو امتداد لنشاطها السابق، والمواجهة التي يقوم بها المجلس الانتقالي عبر التشكيلة المسلحة هي أيضا لها مدلول سياسي، لأن هذه التشكيلات تريد اكتساب شرعية من خلال مواجهة تهديد يجمع على محاربته الداخل والخارج. وإن كان هذا النشاط سواء كان الفعل والاستجابة، أقصد فعل التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي والاستجابة التي أبدتها تنظيمات الإرهابية، لأنه كانت الأمور هادئة إلى أن بدأ المجلس الانتقالي بتشكيلات المسلحة بما اسمها سهام الشرق بإطلاق هذه العملية، وكان طبعا لها رسائل سياسية ومحاولة لبسط الأرض والتنكيل بالقوات الحكومية وملء الفراغ بعد ذلك. وكان لها استجابة من قبل التنظيمات الإرهابية، وهي أطلقت سهام الحق كما عبرت عنها هذه التنظيمات. وأنا أرى أنه فخار يكسر بعضه، لأن عبد اللطيف السيد ومن إليه من الجماعات العناصر التي انخرطت في المجلس الانتقالي وتشكيلات الحزام الأمني هي عناصر قاعدية لم تنزل من الفضاء، ولكنهم من أبناء محافظة أبيان وشبوة، وهذه المناطق نكل بهم هؤلاء، فمن الطبيعي أن يكون هناك رد عنيف. والقاعدة دائما تنكل بعناصرها التي انشقت عنها يعني بطريقة أو بأخرى. وأعتقد أن عبد اللطيف السيد الذي نعم، أثخنته أثخنت أثخن القاعدة وأثخنته كانت نهايته معلومة، سواء كان هذا عن طريق القاعدة نفسها أو بتسهيل أو تدبير قوى خارجية لديها مصلحة من أن يكون الوضع غير مستقر ومستفز أمنيا حتى يجري التدخل في هذه نعم المناطق أو تفضل في اليمن عموما. سيد صالح. إذن يعني الانتقالي وكما الحوثي يرفعون شعارات محاربة الإرهاب لتحقيق مصالح خاصة بهما. لا لا، بالعكس، نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي يعني ليس لنا رغبة في أن نظهر ما لا يعني ننوي. نحن واضحون في ما نطرحه منذ الوهلة الأولى لتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي. نحن لدينا قضية جنوبية، قضية فشل الوحدة، استعادة دولة الجنوب. هذه لا يمكن لكم أن تتحدثوا أن أو من يريد أن يتحدث عن المجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة الحوثي بنفس النفس. المشروع مختلف، هذه جماعة سلالية تعتقد بأن لها الحق الإلهي في الحكم واستعباد الناس، ونحن نؤمن باستعادة دولة التي نريد أن نذهب نحو أن تكون دولة مدنية مختلفة تماما عن مشروع الحوثي. ما يحدث هو أننا بحقيقة نواجه إشكاليات كبيرة داخل الجنوب مفتعلة من قوى خارجية لا تريد لهذا المشروع الجنوبي أن يذهب نحو التحقيق. والأخ الدكتور ربما تحدث، ولكنني لم أفهم، يعني لم لا أريد أن يعني أستنتج شيء، ولكنه ربما تحدث على أن القائد عبد اللطيف السيد كان من القاعدة أو يتحدث بهذا الشكل، وكان الصراع أصبح بين من كان يرتبط في القاعدة. أنا يعني أستغرب لهذا الحديث. القائد عبد اللطيف السيد وكثير من القيادات التي سقطت في هذه المعارك في أبين أرادت أن يعني تحرر هذه المحافظة التي لطالما كانت محافظة منسية أو محافظة أراد العبث بها من قبل الأنظمة المتعاقبة التي كانت يعني أساساً أنظمة من الشمال تريد الجنوب أن يبقى غير مستقر، وأرادت من أبين وأيضاً شبوة إلى حد ما تبقى هذه المناطق مناطق يعني يستطيع النشاط الإرهابي والجماعات الإرهابية أن تكون فيها. نعلم جيدا بالارتباط الذي جمع هذه الجماعات الإرهابية وقيادات منها مع النظام السابق، وكيف كان يتم استغلال هذه الجماعات لزعزعة الأمر في الجنوب. في الأخير نحن نعلم جيدا بأن حتى وجهة النظر ربما من الدكتور التي يفترض أن تكون يعني وجهة نظر موضوعية بعيد عن التصنيف، لكن الحاصل اليوم على الأرض هو أننا أمام إرهاب يقتل، يعني أخذ من الوديان والجبال معقل له
وذكر انه كان في استقرار، او الدكتور ذكر بانه كان في نوعا ما استقرار، ومن ثم ان المجلس الانتقال الجنوبي بدأ بالمبادره بسهام الشرق، وهذا ما اثار الموضوع. لا، في الحقيقه هذه نعم الجماعات كانت موجوده واخذت لها مكانه في هذه المناطق، وكان لابد ان نتعامل مع هذا الارهاب، الا اذا كان هناك من يعتقد بان هذه الجماعات الارهابيه يجب ان تبقى ولها الحق في البقاء، فهذا شيء مختلف تماما. لكن انا اعتقد ذلك، ابين محافظه يحق لها ان تعيش، وابناء ابين يحق أشرت لهم في يعيشوا حديثك سيد بعيدا عن صالح هذا الارهاب، إلى أن ولذلك سنقوم أبين هي بهذه محافظة منسية، لكننا نتذكر جميعا أن القوات الحكومية بدأت بتحرير عدن من هذه العناصر، وأيضا تم تحرير محافظة أبين 3 مرات من تنظيم القاعدة، ولا تزال الآن المعركة مفتوحة ضد هذا الإرهاب وضد هذا التنظيم. هل لماذا يعني لماذا تم تحرير المحافظة أكثر من مرة ويعود هذا التنظيم؟ هل فعلا هذا التنظيم قوة مستعصية على من تبقى من هذه القوات، على قوات الانتقال لا تستطيع مقاومته في هذه المحافظة؟ لا، ليس هناك، يعني هذه القوة ليست في المستوى الذي ربما يريد البعض أن يصنفها، وكأنها القاعدة بالمفهوم القاعدة الذي هي جماعات ربما تصلح أن تقوم نفسها في هذه المناطق، لأن هذه المناطق كانت بعيدة ربما عن الأضواء واستطاعت أن تبقى في هذه المناطق. أختي العزيزة، ذكرت في السابق بأن الجيش الوطني وأن هناك كانت جهود لمحاربة الإرهاب. أذكرك بأن هناك عدة يعني مواقف تم فيها اعتقال عدد كبير من هذه العناصر، هذه الجماعات، نعم وفجأة استطاعوا أن يهربوا من السجون يعني بطريقة عجيبة. لذلك لم تكن هناك إرادة حقيقية لاستئصال هذه الجماعات، ولكننا اليوم نضحي بهذه القوافل من الشهداء لأننا جادون في هذه المعركة، وبإذن الله سننتصر. دكتور علي الذهب، تصاعدت عمليات العناصر الإرهابية بشكل كبير بعد سيطرة قوات الانتقال على محافظة أبين، يعني ألا يدل ذلك فعلا على أن ما يحدث هو عملية سياسية تتحرك هذه التنظيمات بناء على تحرك سياسي؟ وإلا يعني لماذا لم نرى مثل هذه العمليات مسبقا خلال سيطرة القوات الحكومية بنفس هذه الكثافة؟ طبعا لا، هذا توصيف غير دقيق. أنت أشرتي أيضا وفي سياق التقرير أن المحافظة كانت مرجلا يغتلي بالصراع بين الجيش القوات الحكومية اليمنية منذ 2011، بل من قبل 2011 بدأت العمليات في جبال حطاط في 98 أو 97، وظهر أبو حمزة المصري، ثم تطورت المسائل إلى القاعدة، وتولى قيادة القاعدة من أبناء المنطقة، ولم يأتوا من خارج محافظات أخرى، ولكن من أبناء المنطقة، من ناصر الوحيشي إلى المرقشي إلى يعني هناك قادة كثير. فالمحافظة الورقة هي ورقة سياسية، نعم، تشعل متى يراد لها ثم تطفى، ولكن الوقت الراهن ربما أن اتفق الجميع ربما على أن يكون هناك أولوية لمواجهة الحوثيين، ثم وجد الانتقال من ورقة الإرهاب ورقة مربحة يقاوض بها في المجال السياسي، كما كان في عهد نظام الأنظمة السابقة، كانت ترفع القاعدة لاستدرار يعني الدعم الخارجي أو حتى للحصول على تأييد سياسي وما شابه ذلك. الآن سيدتي، عندما ننظر لما يجري، أنا قلت أنه فخر يكسر بعضه بعضا، لنعرف أو نعيد تعريف من هي الجهة، أو ما هي الجهة التي تقاتل القاعدة. لذلك نقول أنها جماعات مسلحة ما دون الدولة تقاتل جماعات إرهابية أيضا ما دون الدولة، لكل منهما هدف سياسي. الجيش مغيب، جيش الجمهورية اليمنية مغيب، هناك جماعة متمردة لديها أجندة دينية، لا تؤمن لا بالانتقالي وميليشياته المسلحة، ولا تؤمن بالجيش اليمني، ولا بالحكومة المعترف بها دولي، ولا بالحوثيين، ولا بأي يعني سلطة فارضة نفسها على الواقع. في مقابل، المجلس الانتقالي بالتشكيلات المسلحة الميليشياوية يحاول أن يكتسب شرعية من خلال مواجهة أو رفع يعني لائحة الإرهاب لمواجهته، حتى أن عيد الرئيس الزبيدي قبل أيام قال أن لديه استعداد أن يكافح الإرهاب وأن يحمي الملاحة البحرية في خليج عدن، يعني يريد أن يقدم نفسه كوكيل للخارج لحماية هذه المصالح. ولكن في حقيقة الأمر، التحويل المعركة أو الحرب
مع الإرهاب لا إلى ورقة أمنية هي مدخل خطير للتدخلات الأجنبية. هذا المدخل يجب أن هذه الأزمة يجب أن تعالج بمختلف وسائل المعالجة، وهي المعالجة الأمنية والمعالجة التنموية والمعالجة الفكرية، وهذا ما درجت نعم، عليه كثير من الدول، منها مصر لكن والمملكة العربية السعودية. دكتور علي، يعني الانتقالي خاض العديد من الحروب ضد هذا التنظيم وحقق انتصارات لا يستطيع أحد أن ينكرها، إذا لماذا نستمر بالحديث عن القول بأن ما يتم في هذا الملف تحركه أطراف سياسية؟ أولا أنا أسأل من هو الانتقالي؟ أنت تتحدثين أنا عن من؟ عن نحن نروج لهذا شريك الشكل؟ الحكومة ليس الشرعي. شريك، هذا اسمحي لي، هذا متمرد رفض اندماج قواته أو تشكيلاته المسلحة داخل الحكومة المعترف بها دوليا في إطار وزارة الدفاع، والقوة احتكارها لا يكون إلا للدولة، احتكار العنف وأدواته لا يكون إلا للدولة. أما هذه نعم، أنا شخصيا لا اعترف بها، بان الا انها ما يعني تشكيلات مسلحه او فواعل العنف ما دون الدوله، ولذلك مواجهه لها للقاعده يزيد من تأجيج العنف داخل البلد، ويمنح الكثير من الفرص للتدخل الاجنبي، ولن يحسم المعركه، ولن يسمح له ان يحسم المعركه، لان الفرصه باتت متاحه من اجل التدخل. اذا كان هناك خطوات حقيقيه لمواجهه الارهاب يجب ان يكون عن طريق الحكومه وقواتها المعترف بها دوليا، حتى تكون ملتزمه امام المجتمع الدولي وامام الذين يسائلون، لان هنالك عنف موجه خارج الاطار القانونيه، يجب ان يكون هناك حوكمه امنيه تضمن حقوق الانسان للمقاتلين والمقاتلين، وتضمن الشفافيه وتضمن المحاسبه، وليس هكذا مجرد فوضى داخل منطقة جغرافية قد يباد فيها كل السكان. إذن سيد صالح، بالاستماع لحديث ضيفنا الدكتور علي الذهب، لماذا يعني هو لا يعترف كما فهمت من حديثه بالقوات المتواجدة في أبين تتبع الانتقالي، وما يحدث داخل هذه المحافظة هو فوضى قد يستدعي تدخلا خارجيا أكثر، ويعني من ما هو حاصل الآن في هذه المحافظة، بالتالي ما الذي يريده الانتقالي؟ لماذا لا يترك مؤسسات الدولة المختصة بهذا الشأن أن تقوم بعملها؟ لماذا يستمر بالتحرك بمفرده في هذه المحافظة وهناك اتهامات توجه له بأنه شريك في فشل أو المسبب الرئيسي في فشل هذه العملية؟ في الحقيقة أنا أستغرب حقيقة من هذا الطرح الذي ينافي أو لا يلامس الواقع بأي شكل من الأشكال. ربما الدكتور لا يدرك جيدا ما هو حاصل على الأرض، يتحدث عن جيش وطني وعن دور هي الكفيله بان تقوم بواجباتها. اين هي الدوله؟ في الحقيقه لو كانت هناك دوله لما سقطت صنعاء واستمرت ميليشيا الحوثي مسيطره على الشمال. لماذا نطالب ان تكون هناك دوله في المناطق التي هي في الجنوب بدرجه اساسيه؟ ما اهميه ان تكون هذه الدوله، يعني الاصرار على ان تكون دوله في الجنوب وان يكون هناك جيش وطني في الجنوب، بينما يكون هناك يعني اهمال وتراجع وخذلان في الشمال. المشكله الحقيقيه الان هو حتى في تصنيف الوضع الحالي فيما يتعلق بالقاعده، هناك تسييس للموضوع. الطرح اللي طرحه الدكتور هو تسييس للموضوع، يتحدث عن ميليشيات المجلس الانتقالي بانها غير قادره على ان تتحمل المسؤوليه، اين هو الجيش الوطني الذي سيحمي ابناء ابين؟ اين هي الدوله التي ستحافظ على هذه المناطق من هذا الارهاب الذي ربما لولا المجلس الانتقالي الجنوبي خلال السنه الماضيه والاشهر بالتحديد يعني القريبه الماضيه لما كان هناك ربما هذا النجاح في دحر هذه الجماعات الى المرتفعات، بالتاكيد ستكون هناك تضحيات. نعم، وتضحياتنا اليوم هي تاكيد على يعني جديه المجلس الانتقالي الجنوبي في التعامل مع هذه الظاهره. الظاهر يعني يجب ان نعلم من المستهدف من هذه الجماعات بدرجه اساسيه، المستهدفين هما الجنوبيين والقوات الجنوبيه بدرجه اساسيه، والدليل على ذلك ان هذه الجماعات لا تنشط الا في هذه المناطق لاغراض سياسيه ولاهداف سياسيه. لا، لو كانت في الحقيقه جماعه فكريه لما كانت تحارب الحوثي الذي هو نغيض لها في الفكر الاسلامي وفيما يمثل الحوثي. ولذلك نحن نعتقد بل نجزم بان هذه الجماعه هي من الادوات الكثيره التي يراد من خلالها النيل من الجنوب، وندرك لكن ذلك سيد جيدا. صالح، يعني يقال جيش بان وطني فليذهب الى الموقف المجتمعي من الانتقال هو ما يعطي فرصه لهذا التنظيم لضرب الانتقال اكثر من مره ولاظهار هذه القوه بشكل اكبر، ما يعطي فرصه عفوا عيد وقوه اكثر. عيد هل السؤال لو سمحتي، تسمعني ما الآن؟ سمعت.
أسمع. يقال، البعض يقول بأن الموقف المجتمعي والشعبي من الانتقالي هو ما يعطي أفضلية للتنظيم، ما يعطي فرصة أكبر لهذا التنظيم بالبقاء وضرب الانتقالي بقوة. اطلاقا، بالعكس تماما. الـ 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 يعني موقف ابناء المحافظه، ابناء ابين، الى جانب القوات الجنوبيه في معركتها ضد ميليشيا في هذه ضد هذه الجماعات، هو من اسباب نجاح هذه المعركه. ولذلك هناك رغبه حقيقيه من مواطني، من السكان ومن اهالي المناطق هذه، بان يكون هناك دحر لهذه الجماعات التي لما حاولت ان تبقى مسيطره على هذه المناطق بالقمع وبالقتل وبالتنكيل بالناس. لا تنسى انه احد ضحايا هذه الحادثه الاليمه كان احد مشايخ محافظه ابين، الشيخ محمد القادني رحمه الله عليه. دليل على ان المشروع لم يكن فقط مشروع للمجلس الانتقالي الجنوبي او عمليه عسكريه للمجلس الانتقالي الجنوبي، بل كان هناك التفاف شعبي حول هذه الجماعات، ادراكا بان هذه الجماعات لابد أن يتم يعني التعامل معها وإنهاء أثرها وتأثيرها على هذه المناطق. فليس نعم، هناك يعني ما يؤشر، يعني ليس هناك أي دليل على أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يحظى بالدعم من قبل الشعب، بل بالعكس تماما، هناك من يدعم ليس فقط معنويا وإنما عمليا حتى في المعارك التي هي قائمة ضد هذه الجماعات الإرهابية. نعم دكتور علي، الحكومة الشرعية لم تفعل شيء لتعزيز موقفها الأمني أو حتى لدعم هذه المؤسسات الأمنية المختصة بالشأن، أليس من الإجحاف تحميل الانتقال مسؤولية فشله في هذا الجانب؟ يعني وأنت تتحدث عن مطالباتك بعودة هذه الحكومة وعودة هذه المؤسسات؟ المطلوب من المجلس الانتقالي أن يرفع يده عن العبث بقضية أمنية حساسة، وهو ليس على قدر هذه المواجهة، لأنه يعني غير قادر أساسا ولن يسمح له. وفي نفس الوقت وضعت أنا السؤال: من هو الانتقالي، وما المصوغ القانوني والدستوري لأن يقود ميليشيات مسلحة تمردت على الجيش وقاتلته في عدن وفي الشيخ سالم وفي شقرة وفي شبوة، ثم أيضا وأنت تنادين بتحملين هذا الجيش يعني المسؤولية؟ أنا لا أقول هذا الجيش، أنا قلت الحكومة الشرعية لم تبني مؤسسات أمنية ما هي قوية الحكومة تواجه. الشرعية والمؤسسات؟ اسمحي لي، هو ليس تحميل، ولكن يعني على سبيل الإشارة بأنه هذه الحكومة، يعني الحكومة لديها قوة صلبة. ما هي القوة الصلبة؟ هو الجيش. إذا نحن نتحدث بشكل ضمني عن الجيش، هو الذي سيخوض هذه المعركة. وهو أيضا في نفس الوقت هناك أجهزة أمنية واستخباراتية، وكما أشرت سابقا أن مواجهة الإرهاب بشكل يعني يعطيه صفة أمنية بحتة، هذه نظرة بائسة ولن تجدي تماما. لأن آلية التعامل مع الإرهاب في كثير من الدول عن طريق استخدام العنف لم تجدي على الإطلاق. هناك برامج واستراتيجيات اتخذتها دول كثيرة مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وخفت إلى حد كبير في السعودية وإلى حد ما في مصر في مواجهة الإرهاب. هذه الاستراتيجيات تقوم على أبعاد مختلفة، منها الجانب التنموي، ومنها الحوار الفكري، ومنها استخدام العنف بوصفه الخيار الذي يحمل الأطراف المتمردة على الإنصياع للبعدين الآخرين، البعد الفكري والبعد نعم. التنموي. لكن في ولذلك ظل الظروف لا يمكن أن الحالية نحمل التي الحكومة. تعيشها البلاد، يعني كلامك دكتور علي في إطار وجود دولة، عدم يعني حالة اللا حرب، لكننا في هذه الفترة التي تعيشها اليمن لا وجود للدولة، فبالتالي الاهتمام لابد أن يتركز حول هذا الملف، الملف الأمني. أيضا أنا أعترض عليك لأني خبير في هذا المجال وكاتب وباحث، لا لم أتي من فراغ. أنا أكلمك عن حوكمة الأمن. ما هي حوكمة الأمن؟ حوكمة الأمن أننا نتعامل وفق رؤية واضحة قائمة على أسس علمية، سواء كان في ظروف السلم أو في ظروف الحرب. الآن الدولة التي تتحدث عنها أنها غائبة هي حاضرة، ولكن أطراف خارجية وفواعل عنف تعمل بالإيجار لمصلحة هذه الأطراف حالة دون أن يقوم الجيش بواجبه وأن نعم تقوم الأجهزة دكتور الأمنية علي، والمخابراتية نعم بالدور المكمل لذلك.
نعم دكتور علي، كنت قد تساءلت في هذه الحلقة عن من هو الانتقالي وما هو المصوغ القانوني حتى يجابه هذا التنظيم، لكن يعني السفارة الأمريكية قدمت تعزية في عبد اللطيف السيد، كيف يمكن الآن يعني وضع صفة لهذا التعامل؟ أنت تقول بأنه ليست جهة رسمية ولكن هناك تعزية من قبل السفارة الأمريكية، هذا التناقض كيف يمكن قراءته؟ اسمحي لي، هذا يعني لكل دولة أسلوبها في التعامل، قد يكون يعني من باب ألا يعطي هذا صفة ما للانتقالي حتى يتصدر المشهد ويرفع لافتة محاربة الإرهاب؟ هذا جانب دعائي وإعلامي، الدول لا تتعامل بهذا الشكل، هناك اتفاقيات دولية تبرم مع الحكومة المعترف بها دوليا، هناك 10 اتفاقيات عقدتها الحكومات السابقة مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهناك اتفاقية أمنية أبرمتها اليمن مع الامارات، وهذه الاتفاقيه وقعها وزير الدفاع اليمني ولم يوقعها عبد اللطيف السيد لانه هو مجرد ميليشاوي كان في القاعده وانشق عن القاعده ثم عاد وقاتل الجيش اليمني في 2011 و2012 ثم لعب لعبه خطره كانت هذه نهايته. ليس هناك مصوغ قانوني للميليشيات المجلس الانتقالي لان تقوم بهذا الدور، هي الان تعبث بالامن وتثخن في المواطنين بشكل عشوائي، القتل مقابل القتل، ستولد الثارات وكل من يخسر في المعركة هم يمنيون، يجب أن يكون هناك رؤية واضحة لمواجهة هذا الخطر وأن يتاح للدولة لأن تتحمل مسؤوليتها، لأما هكذا فسيكون الأمر مباحا، كل يقتل الآخر والخاسر هم أبناء محافظة أبيان أنفسهم، لأن تنظيم القاعدة وعناصره وقادته من المحافظة نفسها والذين يقاتلونهم هم كانوا في القاعدة وفي الحراك وفي نفس الوقت كما قلت لك فخر يكسر بعضه. نعم سيد صالح، يعني قد أشار ضيفنا علي الذهب إلى حديثه حول الإمارات وتوقيع الاتفاقيات معها، وهي التي الآن تقدم نفسها بأنها قائدة الجهد الدولي في هذا الملف باليمن، وأيضا هناك تقارير تشير إلى أنها دفعت 3 ملايين دولار كفدية لمختطفين أمميين لدى هذا التنظيم. هذا الملف هي يعني يجوب الكثير من الغموض حول هذا الدور الحقيقي للإمارات في اليمن. تفضل. ليس هناك غموض في الخالص، المجلس الانتقالي الجنوبي أظهر به بأنه هو الأقوى وهو الأقدر في محاربة هذه الجماعات. أنا أتحدث المجلس عن الإمارات. الانتقالي الجنوبي. نعم، ولكن المجلس الانتقالي الجنوبي يعمل ب يعني شراكة واقعية وحقيقية وفعلة مع الإمارات ومع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب. لماذا؟ لأنه هو الطرف الأقوى والقادر على أن يتحمل هذه المسؤولية في غياب أي جهة أخرى مثل الجيش الوطني الذي تحدث عنه الدكتور. اليوم نحن أمام واقع جديد ويجب على الجميع أن يدركه ويفهمه. الدولة الذي يراد أن يتحدث عنها نظريا أو الدولة التي موجودة في الكتب والوثائق ليست موجودة على الأرض. اليوم نحن في الجنوب ندير الجنوب أمنيا بالطريقة التي نراها مناسبة، لا نتعامل مع الإرهاب من أجل نخدم طرف خارجي، نحن نتعامل مع هذه الآفة لأنها خطر على 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 مشروعنا، خطر على دولتنا القادمة، ولذلك نقوم بذلك لأننا ونضحي بهذه التضحيات الجسام لأننا نؤمن بأن هذه المعركة هي معركة مصيرية على طريق استعادة دولتنا. البعض ربما لم يستوعب هذا الموضوع وما زال يعتقد بأن هناك دولة ومؤسسات. الدولة انتهت في صنعاء، انتهت بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي في صنعاء. من لديه رؤية لاستعادة الدولة اليمنية والحكومة والجمهورية فليتحدث عن ما هو حاصل في الشمال، إما أن يجي ويطرح النظريات على ما هو حاصل في أبيان ويريد الدولة أن تذهب إلى أن يعني وتحل مشكلة القاعدة في أبيان بعد أن كانت هي سبب من أسباب وجود هذه الجماعات داخل المحافظة، هذا كلام مرفوض وكلام لم يعد سيد صالح. يعني تشير في حديثك أكثر من مرة للحديث حول الشمال وما إليه، لكن الوحدة السياسية لا زالت قائمة ولا زالت تسمى الجمهورية اليمنية ككل. جميل، لكم ذلك، لكم الوحدة السياسية ولكم الاسم ولكم كل ما تريدي، ولكن الحقيقة على الأرض لن نقبل أن نتعايش مع ميليشيات والشمال مثل ميليشيا الحوثي، ولا نتعايش مع من يفكر بهذه العقلية التي تقول أن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس شرعي وليس له أي حضور، ومن يقول على من يضحي من أجل الناس من أجل الوطن ومن أجل الأرض هذه بأنهم ميليشيات. لن نجتمع نحن وإياكم في مشروع ما دامت هذه عقليتكم، نحن سنناضل
وسنضحي نعم حتى نستطيع أن بالنظر نأخذ حقنا سيد ونستعاد صالح دولتنا من لما يقوم به الأفكار الانتقالي التي هي في الحقيقة وحملافتة تؤكد سيطرة مكافحة الدموكراسية. الإرهاب، هو يعني البعض يقول بأنه يستخدم هذه اللافتة لضرب خصومه السياسيين فقط. ومن هم خصومه؟ إذا كانت القاعدة وهذه الجماعات هما خصوم للانتقالي، بالفعل هو يقول ذلك، خصمنا هو الإرهاب هو بكل يستخدم تشكيلاته يعني هو يستخدم هذه اللافتة لضرب خصومه، محاربة الإرهاب لضرب هؤلاء الخصوم، خصومه السياسيين سيد صالح. لا، معركتنا واضحة، خصومنا السياسيين لسنا خصوم سياسيين نعم بقدر ما لدينا هناك قوى ربما نحن وياها في معركة أو يفترض أن تكون في معركة ضد ميليشيا الحوثي، لكنها متذبذبة ومصرة على أن يكون التركيز على الجنوب. هذه القوى إما أن تعترف بالواقع الذي على الأرض، ولن ننتظر الإذن من هذه القوى بأن نخوض المعارك ضد هذه الجماعات التي هي خطر على أرضنا. نحن نعم نعلم جيدا بأن هناك ما زال من يغذي هذه الجماعات، لكن سنتعامل معها بالطريقة التي نحن نراها مناسبة، ولن ننتظر الجيش الوطني أو الدولة اليمنية أن تأتي وتحرر لنا الجنوب من القاعدة. نعم دكتور علي، ملف الإرهاب ملف دولي تتخادم فيه الكثير من القوى، ومؤخرا الانتقال يحاول تقديم نفسه كقوة ميدانية لتنفيذ هذه الأهداف للقوى الدولية كما تفعل ميليشيا الحوثي، بالتالي ما الذي يطمح له الانتقالي؟ طموحه هو معلن، أولا هو يعني الانفصال عن الجمهورية اليمنية، ولكن هذا الطموح يعني أنا أقول أنه عبث أو أنه شعار يرفعه لم يستطع أن يوفر يعني إضاءة لحي من أحياء عدن التي يسيطر عليها ويسيطر على موارد الموانئ والمطارات كافة الموارد، والوزارات كلها معه في عدن وفي لاحق وفي الضالع وفي أبين، وهذا يعني يعول، هل يعول عليه أن يقيم دولة تستتب فيها الحقوق والحريات والأمن وتضمن مصالح الدول الأخرى، لا سيما أن المحافظات الجنوبية تطل على بحر العرب وخليج عدن ولديها امتداد إلى المحيط الهندي عن طريق جزيرة سقطرى؟ لا بالعكس، هؤلاء مجموعة من عديمي الخبرة نشأوا في الميدان وبعقلية مقاتلة، لا يمتلكون أدوات السياسة والتعامل معها وفقا لإدارة فن الممكن، لذلك هؤلاء هم أمراء حرب، هدفهم الحقيقي يعني الكسب، كسب مزيد من الأموال، كسب مزيد من الجاه، البقاء أكثر في السلطة، ورفع شعار كبير وهو الانفصال أو بين قوسين كما يحددونه نعم فك الارتباط. الآن عطلوا مصالح الحكومة والدولة ويقولون أنها هذه الدولة أين هي؟ الآن عيدروس الزبيدي هو ما هو؟ هو عضو في مجلس الرئاسي اللي هي الجمهورية اليمنية، يستقبل السفراء الخارج وأيضا الممثلين الدبلوماسيين ويعمل تحت إطار الجمهورية اليمنية، جواز سفره الجمهورية اليمنية ثم يحمل فأسه ليهدم هذا الصرح الكبير. نعم لأن أنا أقول لك من هذا المكان، من هذا المكان ويسجل علي كنقطة أنه لن يحدث هناك انفصال، لأن الانفصال أصبح مجرد مطية يستغلها كثير من نعم تجار الحروب وأمراء الحرب للحصول على المكاسب على حساب الشعب المغلوب والشباب الذين يفترض أنهم الآن في المدارس وليس في الجبهات، أو الذين يكونون في المرافق العمل وليس في المستشفيات وهم مبتوري الأقدام ومشوه الأجساد نعم نتيجة للمعارك والطيش الذي يقوم به المجلس الانتقالي في المحافظات المسكينة الطيبة، في محافظات أبين، في لودر أو في نعم لودية أو في خنفر. دكتور علي، الإمارات هي قائدة هذا الجهد الدولي في الملف، ملف الإرهاب في اليمن، ومعروف ارتباط الانتقالي بدولة الإمارات، بالتالي ما يقوم به هذا الانتقالي، هذا العمل الذي يمارسه الآن مرضي عنه دوليا؟ يعني ربما قد يكون هذا هو الواقع، ولكن أيضا لكن هل تصرح الإمارات رسميا بهذا الشيء؟ نحن ربما ندرك أن السكوت علامة الرضا، التحالف برمته، ولنقول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لم تستطع أن تفرض نفسها ربما على الانتقالي لتنيين عن أعمال هذه الطيشة، وجدت أيضا في نفس الوقت يعني ظهرا ذلولا لامتطائه لتحقيق أهداف جيوسياسية في المنطقة، قلنا أنا بحر العرب
والمناطق هذه تطل على البحر العربي ولديها الكثير من المصالح، ولا هناك الكثير من المصالح الدولية التي تتأثر. إذا مثلا الإمارات عندما ذهبت للتوقيع على اتفاقية أمنية مع الحكومة اليمنية وعبر وزير الدفاع وليس عبر عبد اللطيف السيد أو عيدروس الزبيدي، هي تعرف بأنها يعني ستنفذ بطريقة أو بأخرى حماية مصالحها. أنا لا أقول أننا نحمل الإمارات، وأنا أقول نحمل شقات الإمارات وشقات الخارج، لأن نقول شقات الخارج إذا جاز التعبير شقة بالمصطلح اليمني يعني وكلاء وعمال بالأجر اليومي. هؤلاء إذا لم يتيحوا الفرصة للحكومة اليمنية ويجري إعادة صهر هذه الميليشيات وتدريبها وإعادة تأهيلها فكريا وعلميا ومعرفيا وعسكريا سوف تستقر الأمور. أما أن تكون هناك ميليشيات لن تقوم لها قائمة ولن تقوم للدولة اليمنية قائمة أو تستعيد نشاطها، مثلها مثل ما يحدث في أفغانستان أو في الصومال أو في العراق، إن كان العراق قد خطى خطوات أكثر من نعم. ما ينبغي. سيد صالح، نتيجة غياب مؤسسة الدولة الأمنية وبقاء جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، يعني البعض يقول بأن معركة الانتقال مع هذه التنظيمات ستكون عبثية. غير صحيح. المجلس الانتقالي الجنوبي رسم خطة أمنية واضحة وبالتعاون مع الدول الإقليمية والدولية للتعامل مع هذا الملف. المجلس الانتقالي الجنوبي لا يعبث، المجلس الانتقالي الجنوبي يتعامل مع هذه الملفات مسؤولية كبيرة وبتنسيق مع ولكن كما كل من يشير له اهتمام الدكتور بهذا علي الشأن. الذهب أنه لا صفة رسمية لهذه المعارك، فبالتالي لا تدور أختي في العزيزة، دائرة العبثية. يجب أن نبتعد قليلا عن الإصرار على التصنيفات الرسمية أو الصفات الرسمية لكل شيء. ليس هناك ما هو رسمي في اليمن، لم تعد هناك. علينا أن نقتنع بأن كثير من ما يحصل في اليمن اليوم ليس رسمي ولا دستوري ولا شرعي بالمفهوم الشرعي ولا قانوني بالمفهوم القانون الذي أنتم تريدون. هناك قانون فرضه الواقع، هناك شرعية فرضتها الواقع، هناك قوات مسلحة دربت إلى مستويات التدريب للتعامل مع هذه الآفة التي فشلت مؤسسات الدولة في القيام بدورها في محاربتها. فشلت أم ليست هناك دولة، أفشلت؟ من يريد أن يتحدث عن الدولة فهو واهم، نعم. واهم حقيقة، ولا يجوز النقاش في أمور ربما في مستوى النظرية التي لا تنطبق على الواقع. الواقع يقول بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يقود هذه المعارك بالتنسيق مع الإقليم والمجتمع الدولي، وهو يعني الأداة الحقيقية على الأرض التي تتعامل مع المناطق الجنوبية وكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هناك وبالتالي ميليشيات تبني يصفها الانتقال لهذا بالميليشيات. الدور، ما الذي يطمح إليه سيد صالح؟ المجلس الانتقالي يطمح بأن يحرر الجنوب من كل الآفات، وهذه أحد الآفات، وهناك آفات أخرى يتم التعامل معها بمختلفة يعني بأساليب مختلفة، منها بأساليب سياسية ومنها بأساليب المواجهة العسكرية. هذه الآفة لا بد أن نتعامل معها بالأسلوب العسكري، ورغم التضحيات التي نضحي بها، ولكن هي عدو من عدة أعداء للجنوب ما زلنا نتعامل معها. ومشروعنا وهدفنا في المجلس الانتقالي الجنوبي أن نحرر الجنوب من كل هذه الآفات وكل هؤلاء الأعداء الذين يريدون للجنوب أن يبقى في حالة في حالته هناك ذكر الدكتور، على فكرة ذكر نعم. ثلاثة أبعاد لمعالجة الإرهاب، إذا سمحت لي في ثواني. البعد الأمني أو يعني البعد العسكري، وهو يقول بأننا لسنا قادرين على التعامل مع هذا الموضوع. بالعكس تماما، نحن القوة على الأرض التي تستطيع التعامل مع هذا أو هذا المنحى. الشيء الآخر، الموضوع التنموي، لابد أن تكون تنمية. هناك سياسة ممنهجة من قبل القوى الشمالية الشرعية إذا وصفناها بهذا الشكل لتجويع الجنوب، ولذلك ربما هناك في تخادم ما بين المؤسسات المختلفة، منها من يدفع في هذه الجماعات إلى أن يكون هناك يعني مواجهات عسكرية، وأيضا من يعمل على تجويع او محاولة تجويع هذا أي قوة الشعب. شمالية سيد ولذلك ربما هناك صالح حكومة تحدد والمجلس ضد الانتقالي الشعب. تم يعني تقسيمه بالشراكة ما بين هذين الفصيلين، الحكومة الشرعية والانتقالي؟ أي قوة تشير إليها بأنها شمالية؟ يجب ان نعلم اختي العزيزة حتى نكون واضحين بان الشراكة التي هي قائمة بما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، نعم. هذا المجلس يمر بأزمة حقيقية، وهناك حكومة مناصفات تمر بأزمة حقيقية، هناك من يعمل من داخل هذه المؤسسات على أن يبقى الوضع في الجنوب كما هو، هذه حقيقة نحن نتعامل معها سياسيا، ولكن قد ربما يأتي اليوم وهناك الذي لا أيضا بد أن يكون لنا سيد موقف هذا صالح المرة. من يعمل على تعقيد الأمور أكثر فأكثر. دكتور علي، بالتالي
لا دور للسعودية وأمريكا في هذا الملف، لماذا؟ لماذا تتصدر الإمارات ملف الإرهاب في اليمن ويغيب الدور السعودي الأمريكي؟ كما أشرت، لا الدور الأمريكي أنا قلت لك بأنه حاضرا، بل ولا يعني بل حاضر بقوة. الولايات المتحدة حاضرت بقوة واستخدمت قواتها وقوات المارينز في عمليات كثيرة، ومنها عملية يكلا في البيضاء، أيضا لديها في موديا، يعني فظائع ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية. والآن وجدت من الميليشيات المجلس الانتقالي مطية تنفذ بها، لأن هذه الميليشيات لن تحاسب أمام جهات رسمية. من سيحاسب هذه الجهات؟ وأنا ناديت فقلت أنه لا بد أن يكون هناك حوكمة أمنية، بمعنى أنها تحفظ الحقوق والحريات، ويكون كل تصرف وفقا للقانون. يعني لا بد من أن يكون هناك رقابة قانونية، لكن أن يذهب هؤلاء يقاتلون الأطفال والنساء باسم مكافحة الإرهاب هكذا عشوائيا دون محاسبة، بالتالي ثم المملكة، هل المملكة العربية السعودية ماذا عنها؟ دعينا أولا خلينا أكمل نقطة اللي هي المهمة، تفضل. وهي نقطة الحوكمة الأمنية. هو قال، تحدث ضيفك بأنه هذه القوات كما يسميها بأنها قوات منتظمة وأنها تقوم بأفضل، هذه ميليشيات لا تؤمن لا بالنظام ولا بالقانون، هي ولدت من رحم الفوضى، والفوضى هي ثقافتها. قادتها عبد اللطيف السيد، هذا نعم. كان يعني لم يكمل الثانوية العامة، تربى مشردا من جبل إلى جبل، ثم تقاذفته الأقدار والتنظيمات من يد إلى يد حتى لقي حتفه. مكافحة الإرهاب، أجهزة مكافحة الإرهاب، يسر لنا المقطري وكذا، كان فاشل في كلية الشروط الدفعة 40 في صنعاء، ثم أعاد وتخرج بعدها بعام. يعني هؤلاء أسند إليهم مهمة حفظ الأمن وهم فاشلون. إذا كيف نريد أن نحفظ الحقوق والحريات وتنفيذ القوانين بأيدي فاشلة؟ هذا من جانب. من جانب الآخر أنا أشير إلى مثلا المملكة العربية السعودية، هذه الدولة هي دولة شقيقة ولديها مصالح وتخاف على أمنها القومي، ربما أنها الآن هي تتحفظ بشكل كبير عن ما يجري في هذه المناطق، لأن انتقال التهديد القاعدة إلى مناطقها سيحدث ضررا كبيرا. أعتقد أن خطوات المجلس الانتقالي هي من شأنها أيضا أن تشتت جهود المملكة العربية السعودية في جهود عملية السلام التي تحاول المملكة إثباتها أو إقرارها على الواقع بموجب الهدنة القائمة مع الحوثيين، وإعادة ترتيب الملف اليميني بحيث تتقاسمه مختلف الأطراف، ويعطي للانتقالي شرعية مقبولة بحيث أنه يكون شريكا وليس انفصاليا كما يريد. وبما أن الوضع القائم هو كما وصف دكتور علي، ما مصير هذه المحافظة وتزايد قوة تنظيم القاعدة فيها؟ السؤال لي؟ نعم نعم دكتور علي تفضل. أعيد السؤال بعد إذنك. مع كل ما حدث، هذه السيناريوهات التي رسمتها دكتور علي وفهمتها من حديثك، بالتالي تعاظم قوة التنظيم ولا قوة حقيقية بالمقابل رادعة له داخل محافظة أبيان، إلى أين تتجه الأوضاع؟ هل سنشهد مستقبلا تحرك حقيقي ضد هذا التنظيم؟ أولا أقول تغير لك أنه سياسات معينة؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك يعني قوة تستطيع أن تمحو الإرهاب من هذه المنطقة أو من اليمن أو من أي منطقة أخرى، ما لم يكن هناك استراتيجية واضحة تقوم على الأبعاد التي ذكرناها. هذا من جانب. من جانب آخر، محافظة أبيان لديها خصوصية، القاعدة أو التنظيمات الإرهابية تعتقد دينيا بأن جيش عدن أبيان سيخرج من هذه المناطق، وهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ووجدوا بيئة رخوة متخلفة، محرومة من المدارس، محرومة من التعليم، من الصحة، من المواصلات. ولذلك يجب أن نعمل أداة التنمية كأداة أولى، ثم نقوم بعملية الحوار الفكري أو البناء الفكري والإعلامي والثقافي عبر منابر مختلفة، ثم يكون الأسلوب النهج الأمني العسكري، أسلوب العمل الخشن، هو لرد أو لحمل هؤلاء إلى الانصياع إلى هذه المسألة. وهنا سنكون أمام عندما يتحدث، عفوا، عندما يتحدث الأخ ضيفك بأن هنالك، لأن هذا لا ينسجم في الظرف الراهن، لا، هذا مبرر لاستمرار الفوضى وتمكين التدخل الأجنبي بشكل كبير من البلاد، وهذا ما يسفله. أنا أقول يجب أن نكون رؤفاء لوطننا أكثر مما يجب.
أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور علي الذهب، وأعتذر منك سيد صالح النود المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، لم أتح الفرصة الكافية لك للحديث أو لضيق الوقت لم أعد إليك مجددا. أشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.